aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet huyundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi? Laftan anlamaz. هاتي العلك شبي هاتي. انتي وينك لهلا يا مقطوفة الرابة؟ عم تكذبي علي مو هيك؟ احنا اجينا لعندك عالشغل وما لقيناكي. ليش لحتى تجوا لعندي عالشركة؟ شو عم تقول؟ قال نحنا شو جابنا لعنده وما بدي ايانا نزورها بشغلها. شو يعني خايفة نعرف بكذبتها؟ حياة اسمعي، نحن اجينا لعندك على الشركة مشان نشوفك، قالوا لنا انه ما في موظفة هون اسمها حياة. طيب بس بدي افهم، انت باي شركة بتشتغلي بنتي ولوين عم تروحي كل يوم الصبح؟ انت عم تكذبي علينا، اذا بيدرى ابوكي بتعرفي شو ممكن يعمل فينا؟ لا ما هيك؟ شو بدي اعمل اذا سألني؟ شو بدي اعمل انا؟ اوف 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 اوف، شو هاد؟ هذا هو الجمال اللي انا بحبه، فيها كل المواصفات مو ناقصه شيء. اي والله عن جد حلوه وانيقه كتير كمان. شو هالسحر اللي فيها؟ ما عم صدق بتجنن لك، حتى ما فيها عيوب بنوب وكل شي فيها عالليبرا. والله عجبتني كتير وما في مثل اتنين، وانا بحب الشغلات النادره. صار بده روحه على شي جزيره. لازم ارتاح واطلع لي شي رحله كم يوم. والله كتير منيح، بس لا تنسى تخبر امي بالموضوع مشان ما تفكر انك رح تروح لحالك وبدون ما تاخذها. رح ساوي لها مفاجأة بابا. اذا امي ما وافقت ولا يهمك، انا بروح. يعني اكيد هيك رحلة ما بتتفوت، منقضي كم يوم حلوين ومننسى الدنيا كلياتها. لك ما في احلى من السفر. ها هلا كنت بدي ابعت وراك تجي لعندي. تعال هون مراد، بدي ورجيك شغلة حلوة كتير. بابا كأنه مراد مو على بعضه، ليك من وشه مبين. أنا مزعوج من هاي البنت وما بقدر أتعامل معها، مستحيل تزبط بالشغل أصلاً. ما فهمت، أي بنت؟ هاي البنت المغرورة، حياة، سونا، بنت رفيقك، تركت الشغل. أمي؟ ليش قالوا لنا انك مو هون؟ قولي، ها؟ ما انك موظفة عندهم؟ طبعا انا موظفة عندهم امي. هدول اللي سألتيهم الريسبشن هون ما بيعرفوا. يعني بظن انه اسمك لازم يكون بين قائمة الموظفين بالشركة. طيب وليش ما كنتي عم تردي على موبايلك من الصبح؟ بس بدي افهم، نحن لشو جبنا لك موبايل؟ انا ما انتبهت له لحتى رد، كنت مشغولة. المدير كان بعت وراي، بعدين عادي بس شوف مكالمتك برجع بتصل. بعدين إذا ما بشتغل هون كيف إجيت بهالسرعة؟ إيه؟ هلو نوران خانوم، أنت شو عم تعملي بالشركة؟ شو هالسؤال الغريب هاد؟ أنا بشتغل هون حياتي. يمكن ظلمناها للبنت. إيه؟ شفتي؟ مزبوط حكيك. مين هدو؟ ممكن تعرفينا؟ هدول بيكونوا شو بدي اقول لك، يعني هدول الستات ماشيين اصلا، انا كنت عم ودعهم. يلا روحوا انتوا هلا، شوفكم بعدين. بنتي شو صار لك هيك فجاه؟ شو بكي؟ قولي لها اني امك، شو المشكله يعني؟ هي امك؟ هلا انتي اما لحياه؟ ايه انا امها. وهي اللي معي جارتنا بتكون. بعرف انه ابو رفيقك،
بس هي بنته ما عندها خبرة بنوب بأي شيء بالحياة. روق ابني، هدي لي أعصابك واحكي لي يلي صاير بهدوء. تخيل لسه ما لحقت تداوم، مجرد ما حكيتها كلمتين مشان الشغل فورا قدمت استقالة. طيب ليش استقالت؟ أنا بقول لك شو السبب بابا. أخي ما بيعرف شلون يتعامل مع البنات، وهي البنت حساسة ما بتقدر تتحمل. مزبوط مراد؟ أنا كتير كنت محترم معه، وأنور عم يبالغ مو أكتر. شوف مراد، أنا على طول بحترم قراراتك اللي بتخص الشغل بالشركة وما بناقش فيها، بس هلأ للأسف مجبور أفهم اللي صار معك، لأنه أبوها لهالصبية غالي على قلبي ومحترم. إن شاء الله دايمة، وشكراً كتير على القهوة اللي إجت بوقتها. ها، طالما خلصتوا شرب القهوة تفضلوا بلا ما ترد عنا شغل. على شو مستعجلة ماي دير؟ لسه ما عرفتهم بحالي. أنا نوران خانوم، نوران يانك أوغلو، المصممة المشهورة. طبعاً أنا معروفة وما حدا بالعالم كله ما بيعرف تصاميمي أو مسمعان باسمي. ما شاء الله ما شاء الله. أنا كتير بهنيكن على هالترباية ما شاء الله. والله بنتكن عليها أدب وأخلاق وشطارة وجمال ومو ناقصة شي بالمرة. بيرفكت. شكراً، هاد من ذوقك. شكراً نوران خانم. نوران ركزي أمي، نوران يلا بقى قوموا معي لأنه الخانم عنده شغل كتير. إيه مزبوط عم تحكي بنتي. إيه مو حلو إنه نضل قاعدين هيك، خلينا نمشي لأنه هلا بعدين بيقلعونا. إيه انبسطت كتير بشوفتك نورما خانم. نورما كمان اسم مانو سيء. نوران حبيبتي، نوران تذكري ما تخافي، بنتك بالحفظ والصون. يلا يلا استنى زيارة تانية. يلا 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 حبيبتي شوفك المساء. الله معكم، مع السلامة. وهلا بدك تحكي لي كل شي صاير وبالتفصيل. قولي لي مين هدول ومين بتكوني. شلون يعني؟ من كم يوم وانتي عم تحكي على الموبايل قلتي بعظمة لسانك انه امك متوفية. كرر سؤالي، مين هدول العالم؟ هلأ بدي أعرف يا حياة. فوق كل شي صار معي اليوم نوران خانم كملتها. قليلي كيف يعني كملتها؟ شو صار معك يا روحي؟ أسيل عم قلك أمي وفادي أجوا لعندي لهون، أنتي ما عم تفهمي علي؟ يعني كان يومك كله سيء وما في شي منيح مو هيك؟ المهم بس ما يكون شغلك تأثر. مديري مراد اتهمني بإني وحدة خاينة فقدمت استقالتي، ومنشان تكمل نوران بتجي بتسألني عن أمي وفادية. تخيلي الموقف اللي صار. وكيف حليتي القصة؟ لازم تكوني فكرتي بذكى حياة، يعني عرفتي شو تحكي منيح. حياة لا تكوني قلتي لها لنوران إنه خالة أمينة بتكون أمك. والله بتعمليها لأنك مجنونة. لا والله ما ساويت هيك، بس عملت شي تاني. أمينة خانم هي الخدامة اللي ربتني واعتنت فيني، تشتغل عنا من فترة طويلة. طيب ما سألتك ليش عم تتصرف كأنه أمك؟ لأنه المسكينة خسرت بحادث سيارة اثنين من أولادها، مشان هيك بتحبني. ايه وشو صار بعدين احكي؟ وبعد هداك اليوم اختل توازنها كله. وهالحادثة تسببت لها مشاكل نفسية كبيرة، واعتبرتني مثل أولادها وربتني بداله، بس أكيد ما نسيتهم. يعني أولادها ماتوا بحادث سيارة؟ والله إني كنت مجبورة أقول هالحكي. أكيد تأثرت بحكيك، ما بتتخيلي قديش. نوران خانو بترجاكي لا تساوي بحالك هيك، حرام عليكي، ما بصير هالشي، الموضوع عادي وبصير كتير. لك الله يعينها لهالمرة شو تعذبت. محمد
تنهيني حياتي غصبا عني عم ابكي. يا كثير تأثرت بالقصة. ها وأخيرا أنا عم دور عليكي وأنت هون؟ أنا خلص تركت الشغل تالا. ما بيهمني هالشي، بس عزت بيك ناطرك بمكتبه. مين قلتي؟ أبو لمراد بيك حبيبتي. شوفوا يا أولاد، عم بحكي معكم هلأ مو بصفتي مدير الشركة أو صاحبها، بس بصفتي أبو لمراد ورفيق أبوك اللي بعزه كتير. بدي أعرف بالتفصيل شو اللي صار بالضبط. مراد الخانم بالأول سونا. الحقيقة أنه ابنك ما بيعرف الزق إلا قدامك وما بيتعامل فيه بنوب معنا. أنا بكون مزوق مع اللي بيستاهل. أنا مو معقول ضل على هالوضع كل يوم مع شخص ما عنده احترام إلي بنوب، وأنا مالي مضطرة أصلاً إني أتحمل هالشي. أنت بتعرفني إني أنا كتير محترم وما بغلط مع حدا بنوب، بس اللي بيغلط أكيد بده يتعاقب. ما بحب الغلط، ما بطيقه. خلصنا بكفي. إذا قلت لكم إني عم بحكي معكم بصفة أب مو لحتى تاخدوا وش وتتخانقوا قدامي مثل أولاد. طبعاً بس بدي أعرف شغلي وحدي، أنت ليش استقلتي من شغلك؟ يا ريت تسأله وهو بيقلك. مراد حست حالها ما لقت هالشغلة وإنه لازم تستقيل لتصلح الموقف تبعها. ايه وشو هو هالموقف اللي بدي صلحه بالله؟ احكوا لشوفوا خلوني أعرف شو اللي صاير بقى. أنا ما عندي شي أحكيه بنوب، تربيتي ما بتسمح لي أقول شي. عمي خليه على راحته، أصلاً ما بيهمني إذا حكى أو ضل ساكت. أنا غلطت إني اشتغلت هون. بتشكركن كتير على هالفرصة، كنت بتمنى من قلبي إني كفي معكم، بس أنا حابة أطلب منك طلب. قولي لي يا بنتي. بتمنى أنه ما تقول لبابا شو اللي صار معي، يعني أنا حابة هالشي يضل سر. طبعاً طبعاً لا تخبري، أكيد هذا هو الشي الصح. شكراً كتير على كل شي، خاطرك. الله معك يا بنتي، مع السلامة. اللي عجبك اللي صار ما هيك؟ أنا ما عملت شي وما غلطت أبداً، هي اللي ما لحابة تضل هون. مراد انت هلا عم تنزع العلاقه بيني وبين رفيق عمري، اعمل اي شيء وصلح الموقف. المشكله مو مثل ما انت مفكر، والنقاش منهي فيها لو سمحت. ليش ما قلتي له لبابا بشو أنا اتهمتك؟ شو خجلتي؟ ليش أنت ما قلت له هالحكي؟ ولا بتعرف إنه ما له صح؟ يلا روحي ودوري على شغل تاني. أسير كيفك؟ طمنيني حياة شو صار معك؟ ما صار شي بنو. ليش هيك صوتك حياة؟ حملت حالي وطلعت من الشركة، ما عاد عندي شي أعمله بحياتي. يعني شو بدي ساوي؟ ما بعرف ليش الحياة مصرة أنها تعاندني. ما في شي عم يزبط معي، أصلا ما عاد إلي خلق أعمل شي. أنا كتير متضايقة. ها
هلأ بتحملي حالك وبتجي لعندي على الشغل فوراً، وبعدين منقرر شو رح نساوي. بصراحة ما لي خلق أبداً قوم، يعني إذا بتتركيني ساعتين هون ما بتحرك. إيه بس أنا مستحيل أتركك. يلا قومي وتعي لعندي حبيبتي، لأنه إذا ما إجيتي هلأ أنا رح أترك شغلي وأجي لعندك. ماشي حياة؟ أهلين كرم، أنا بمكتبي، تعال عندي. ليش ما بتقدر؟ يا الله منك، وينك هلأ؟ طيب ماشي جاي. ما بتتخيلي قديش مبسوطة اليوم، حاسة حالي رح طير من الفرح. مرام إذا ضليتي عم تترقوصي هيك رح يفكوا القطب والإبرة، رح تشك فيكي، لو سمحتي اهدي شوي. أنا كتير مبسوطة بصراحة، يعني ما بتتخيلي شو صاير معي. حبيبي مراد سمع لحياته هي عم تعيط علي مثل المجنونة، وعرف قديش هي قليلة أدب وبنت شرشوحة. مو معقول حياة تكون من النوع اللي بعيط بنوم. إيه هلأ أنا ساعدتها شوي وتهجمنا على بعض. شوفي شو ساوت، مسحت فيا الأرض وقلت لها بعدي عن مراد لأنه إلي. إيه كانت رح تجن من كلامي يا حرام. بعدين شفت مراد جاية وهي ما كانت منتبهة، عرفتي علي؟ وخليته يشوفها كيف عم تحكي، وعملت حالي مسكينة، خليته تبهدلني وأنا ما حكيت ولا كلمة. ومراد أول ما شافها عصب عليه ولت على مكتبي. ولهيك مواسعتك الدنيا من الفرحة يعني؟ أنت هازية وموتورة، شو بدك قلك؟ أنت بتعرفي مصلحتك. أكيد وقت بيكون الشي بخص مراد بساوي حرب. أحسنتي، برافو. ومشان حضرتك البنت تركت الشغل. وأنا عم أقول لحالي حياة ليش مزعوجة كل هالقد؟ كيف؟ لا حياة تركت الشغل بالشركة؟ هي أحلى خبرية، يا هيك الخبريات يا بلا. شكراً يا روحي. مرحبا. إيه احكي لشوف شو في. والله ما بعرف اذا هالشي مهم. شو يعني كرم؟ ومن شوي دقيت لي وقلت لي في شي مهم بدك تحكيه. انا قلت لك هيك؟ الصراحه انا اللي قلت لكرم مشان يدق لك. اخي انت شو عم تساوي هون؟ سوق اخي، سوق 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 سوق. والله حاسس حالي مثل كاني خاطفه خطف. إيه لكان خلينا نخطفه عن جد. شو فيها يعني؟ حدا منكم يشرح لي شو الموضوع. كرم ما دخلوا ابدا، انا اللي ساويت خطه لاعزمك على الغدا. شو ناطر؟ يلا سوق أحسن ما أنا سوق عنا. لا دخيلك. يلا بسرعة. وصفني بصفات ما لمنيحة أبداً. قمت قلت له شو قصدك؟ لأنه أنور بيك طلب مني مساعدة؟ يعني ما عرفت شو ساوي. أنت ما دخلك حياتي، كل الرجال بيساووا هيك، مغرورين وحقودين، وما في زلمة بيعرف يعمل شي غير ينكد علينا. أكيد هي ما بتقصدك بنوب، عم تحكي عن واحد معين. افتح تمك إذا سمحت. بترجعكي حبيبتي، انتبهي وانتي عم تقعدي على التخت مرة تانية، لأنه الشاب عنده كسرين خطيرين وأربعة عاديين كمان. ما تواخذني. بس بتعرفوا شو أكتر موقف زعجني بالقصة؟ حضرته اتهمني أني أنا وحدة خاينة، مشان هيك أنا ما قبلت أني ضل عنده. لو سمحت يا أستاذ قلي، هلأ هذا شكل وحدة خاينة؟ مستحيل، شو هالحكي هاد؟ حياة؟ هلا ابوك المزيف ما نور فيه لصاحب الشركه؟ ليش ما حكيتي له كل شيء؟ الزلمه بعت ورانا لحتى يفهم شو صاير، بس انا وياه ما حكينا. لا حتى هو حاول انه يغير لي رايي، بس انا ما قبلت. لك المفروض كنتي توافي وترجعي على شغلك، لانه هي فرصه ما بتتكرر. اللي انت مو معي حق ازعل واتضايق منها. احكي. شبك ساكت ما تحكي. انت عن جد عم تحكي اسيل؟ انا لازم اكون ثقيله ويكون عندي مبادئ مشان يحترمني اكثر، ويخجل من عملته ويعتذر مني. تركينا من المبادئ هلأ، مو كل يوم بيصح لك هيك شغل حياة. انت ضيعتي فرصة من ايدك. كان فيك ببساطة تخليه يخجل ويعتذر منك قدام. طولي بالك على البنت، ضغطها نازل شوي، حتى لونها مخطوف هلأ. كان تصرفك مزبوط، لا تندمي، انت عملتي الصح. المهم لا تتنازلي، وبعدين مندبر لك شغل ولا يهمك. انا مو مشكلتي لاقي شغل، انا مشكلتي باللي صار وبكلامه لمراد. والله ما رح أنسى ولو شو ما ساوى. خلينا نلعب لعبة أنا وياك.
مثلا احكي انت بدون ما انا اسالك. ليش؟ شو بك انت؟ اكيد ما جبتك لهون لانه جاي على بالي احكي بالشغل، مو هيك مراد؟ شو ما بدك انا جاهز. انا بعرف هالشي منيح، بس الشي اللي بدي اعرفه مساعدتك، ليش تركت الشغل؟ هلا فهمت ليش عازمني. طيب وانت ليش حابب تعرف شو صار؟ هذا الشي رح اقول لك اياه، بس تحكي لي طبعا. يلا لشوف، قلي البنت ليه تركت الشغل؟ بدك تتفاجأ على فكرة، لأنه أنا ما قلعتها. يعني من كتر ما عملت منيح البنت استقالت دغري، مو هيك؟ أنت مفكرني عم بتبلاها مو هيك؟ بس هي عملت شغلة مستحيل أغفر لها، عم تفهم؟ طلعت وحدة فسادة. كيف؟ عم تمزح؟ عن جد ما عم صدق. بس هات لشوف قلي، هي شو الحكي اللي ناقلته؟ بدك تقلي أنت ما بتعرف؟ أساساً شلون دريت بالقصة؟ مو العصفورة اللي خبرتك بالمشروع السري؟ بس مو حياة اللي خبرتني عن المشروع السري؟ مبلا هي. لك والله مو هي اللي قالت لي مراد؟ لكن شلون عرفت أنت إذا ما كانت هي؟ تعال خبرتك؟ أخوك المحترم عم يحاول حالياً أنه يعمل من شركة صارتي علامة تجارية مسجلة. والله أنت غريب، تأكد قبل ما تتهمل البنت. امبارح شفت واحدة من السكرتيرات اللي جاي مع الوفد اللي اجتمعت فيه انت وحياة بالفندق، وهي اللي قالت لي عن فكرة المشروع السري تبعك، مو حياة. انور هذا الموضوع ما بينمزح فيه. اي خلصنا بقى، يعني انا شو مصلحتي اني اكذب؟ البنت ما دخل بالمرة بهاي القصة مراد، ومو هي بنوب اللي قالت لي عن فكرة المشروع؟ قلتي له لو سمحت لا تقول لبابا عن القصة. بس لأمتى يعني؟ رح تنكشف القصة مع الوقت. انتي لازم تحكي مع سونا فورا. ايه بس هالشغلة ابدا مو سهلة، فيكي تتخيلي موقفها لسونا قدام ابوها؟ يا ترى شو رح يعمل برأيك؟ مو مهم هو شو رح يعمل، الأهم هلا امي. قولولي شو بدي قلها. ما في داعي تقولي لها شي، بتروحي على الشغل مثل العادة وهي ما رح تعرف. يمكن تجي لعندي على الشركة مثل ما ساويت اليوم مثلا. امي شو ساوي؟ امي عم بدق. شو ساوي هلا؟ فكري معي. ما بدي اقول، ما بدي اقول حتى اني تركت الشغل بالشركة. اسكتي، شوفي رح تردي، ما في داعي تتهربي، ردي. استني شوي. شلونك بنتي؟ ان شاء الله يكون شغلك منيح. الحمد لله شغلي منيح امي، والله عنا ضغط كتير، ومو بس هيك واجتماعات وما بعرف امتى اليوم بنخلص. ايه حلو، اشتغلي بنتي اشتغلي، برافو. اسمعي، من ساعة حكيت أبوكي وقال لي طالما رحتي وشفتيها واتطمنتي على وضعها يعني ما في داعي تضل هنيك بقى، وأنا كمان ما فيني طول، وبظن ما له لزوم قعدتي بعد اليوم، صح؟ مشان هيك حجزت بالباص لأرجع. ولك شو أصوات اللي عندك حياة؟ مين يلي عم يصرح؟ بس يعني أمي أنا ما بدي تروحي بهالسرعة، كان بدي إياكي تضلي أكتر شوي، بس طالما بابا بده هيك شو بدنا نساوي؟ هاتي عنك. تعي تعي يا روح أمك أنت، يا عمري يا روحي. شو حلوين شايفة؟ هلأ رح أرجع وأنا مطمنة يا روحي. سمعت رفيقتك شلون مدحت فيكي بالشغل وقالت حكي حلو؟ أنا فخورة فيكي عن جد يا روحي، فخورة كتير. أنت عم تبالغي أمي. لا يا روحي ما عم تبالغ، عم تحكي جد. أنت رفعتي راسنا بين الناس، عن جد برافو عليكي حياة. وقت المصممة مدحت فيكي، كنت عم شوف حالي فيكي أكتر فعلا. وهلأ أعطيني إيدك لبوسة. الله يرضى عليكي يا أسيل. يا روحي أنت، ديروا بالكن منيح، لا تعزبوا فادية ها، وخليكن مع بعض. ايه ما بدي وحدة تزعل من الثاني. ممكن نتزعل ونتخانق مع بعض، بس هالشي ما بيستمر ثواني. اخذك انتي وطلعي. حياتك خاطرك. الله معك، موفقة خالي. الله يحميكم. بدي اياك تسلمي لي على بابا وتبوسي لي كثير، ماشي؟ تكرم. لا تنسي تقولي له اني بسلم عليه. لك يا حياتي، انت اكيد رح وصل له سلامك، انت غاليه مثل بنتي حياه. نحن بنحبك كثير على فكره، وكل يلي بحبوا بنتي حياه بنحطهم بعيوننا من جوا. انتوا هلا صرتوا مثل اهلا واعز. ايه صح، ورح امن عليها معكم وارجع وانا مرتاحه كمان، ورح اقول له لابوها تعال شوف بنتك شو شاطره وشلون عايشة باسطنبول ملكة زمانة، وكل الناس بتحبها كمان. خاطري يا سلام. مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. لا تنسي تكبي المي ها. يلا انت
انتي وياها. بكفي وقفي على الباب، ما عندنا بنات توقف على البواب ولا تضحك بنص الشارع بالمره. وشكن على البيت، روحوا تدوشوا وكلوا لقمه على السريع، وحضروا ثيابكم اللي رح تلبسوها بكره عشان ما تتاخروا الصبح. يلا بسرعه فوتوا على البيت بسرعه. ها ما صدقنا مشيت خالتي امينه طلعت لنا الست فاضيه هلا. اوه والله ما في اطيب من طبخ ستي. يا عيب الشوم عليك انوار، تعدوا السلطه شو الطيبه. مني اكيد انت عم تمزحي، هلا الطبخ مثل السلطه؟ بعدين انا جسمي بحاجه طاقه كتير، ولا تنسي انه طبخ ستي ما بيتقارن بالسلطه تبعك. تفضلي. خلاص انوار. ايه انت الخسرانه تصطفلي، انا باكل الطنجره كلها اذا بدك. امي؟ نعم. هلأ المشروع اللي بده يساويه مراد بالشركة من وين عرفتي فيه انتي؟ مو ضروري تعرف منين عرفت. طيب لو قلت لك اني حابب اعرف، يعني ما رح تقليلي مين اللي قلك؟ مستحيل قلك. لك خلص امي شوفي يا قليلي، من ورا هالقصة في صبية خسرت شغلة. لا مين اللي خسرت شغلة؟ حياة، بتكون بنت رفيق بابا. بس انا ما فهمت هي شو دخلها بهالقصة؟ لك اخي قال لي كمان منين عرفت، ولما قلت له العصفوره فكر انه هي. اخوك مراد كان لازم يحسب هالحساب قبل ما يخطط من ورا ظهرك وظهر ابوك، وانا مستحيل اقول لك مين قال لي لاني بصراحه ما بقدر. ها بس هلا مو هذا المهم، لانه بدي اياك هلا تصير تعرف كل شيء بخص هاي الشركه، لانه انت مثل اخوك من حقك تكون الكل بالكل كمان. بس اذا بدك عن جد تعرف مين اللي قال لي فممكن ريحك وقلك مو حياتي اللي خبرتني بنوب. خير شبك حياة؟ ليش هيك قلبي خلقتك؟ حاسة بالذنب لأنه كذبت على أمها ما قالت لها شو صار، وأنا معك. بلا حكي فاضي هلأ، أنت كنتي مجبورة تساوي اللي عملتيه، ولو ما حكيتي هيك كنتي هلأ رجعتي معها على الضيعة. لا مو هي المشكلة، يعني هلأ مو حاسة بالذنب؟ ما فهمت عليكي. حاسة بشعور غريب اليوم، كأنه أنا عايشة بفراغ كبير وعم يقتلني شوي شوي. متضايقة كتير ومزعوجة وضايقة خلقي كمان. يمكن ما تحملت اللي سوا فيني مراد اليوم، هاني وحسيت ما دافعت عن حالي منيح. متضايقة من مراد ولا مشتاقتي له؟ يعني ليش لحتى اشتاق له بيسان؟ بصفته شو؟ انتي فورا بروح تفكيرك لبعيد على فكرة، شو هالحكي هاد؟ أصلا هو مغرور، ما في ولا خصلة منيحة. وهو ما بيهمني أبدا. مو حياة اللي خبرتني عن المشروع السري. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa şarkı vardı neydi la la. واو طالع خير العقل بتجنني. ايه قلتي لي في شباب حلوين بالحفله بسرعه، لكن ما بدي اتاخر عليهم بنوب حياتي. وقفي، لانه ما في حفله. انا كذبت عليكي،
عصبتي مني؟ يلا عصبي مني يلا. قولي لي كيف يعني ما في حفلة هون؟ انت بتعرفي مع مين عم تلعبي مرام؟ ايه بعرف طبعا، عصبي وفي شي خلقك فيني، مستحيل ازعل منك انا اصلا. اسمعي حبيبتي، انا اليوم مو ناقصني ناس مختلين. من وقت اللي قلتي لي شو صار بحياته انا كتير مبسوطة، مراد جوا وانا لازم فوت واعمل فيها زعلانة بس ما عم بقدر، كل ما اجي لفوت بتضحك كتير، بصراحة ما عم بقدر سكر تمي من الضحك. حاجة بقى حكي فاضي، انت بحياتك ما بتصيري بني ادمه، بعدين هي الجلعصه يلي حاططيها بين شيء ابيض وشيء احمر، وشعرك مضروب بالخلاط شكله، وجسمك معنه متناسق على فكره، وعيونك هلا مرمين من تحت مبشبجين. نوران قولي انك عم تمزحي، معقول انا هيك؟ لو بدي اياكي تنقهري كنت بقول لك صار وقت البوتوكس، وانت طبعا بلا بوتوكس ما بتنتصي، بتطلعي بشعه وشك لئيم. روحي الله يسامحك. خدي هي محرمة دموع التمسيح مسحيان، مو حرام وحدة مثلي أنا تنحط بهذا الموقف؟ وقحة امشي تضربي بهالموديل. مراد انت كمان هون؟ انا ونوران اجينا نغير جو، شايفه على هالصدفه؟ قلتي لي صدفه؟ اذا بدك فيكي تقومي تجيبي شي مشان تشربي يلا. انا بس بدي بعرف شي لحالي، فهمتي مرام؟ بس هلا انا حابه انتقم منك شوي. اكيد عم تمزح. لا ما عم امزح، مرام اجت لهون مخصوص مشان تشوفك مراد، وقالت لي في حفله بتجنن وكلهم حلوين. مو هذا الشاب الحلو اللي اختاروه هديك السنة ملك جمال بحفلة آخر السنة؟ ايه بجوز هو، لروح لكن أنا شوف شغلي وانتو قعدوا مع بعض. مو صدفة، بدي شوفك لأنه مشغل بالي. كيفك هلا؟ منيح ماشي الحال. عرفت شو صار اليوم وتوقعت تكون مو بالمود، صدقني أنا كمان مو مرتاحة، حتى حسيت بعد اللي صار اليوم مع حياة بالشركة إنه أنا السبب يعني. لا أنت مالك علاقة، هالشي كان بده يصير وصار. زعلت على البنت مو بإيدي، يا ريت لو كانت شوي جدية بشغلها بجوز ما كانت صارت هالقصة. لا لا تزعلي عليها، أخذت نصيبها وراحت. يلا تعي نرقص. اوف بكفي بقى خلاص، ايش بكون كانه قاعدين بعزا نحنا. يلا قوم خلونا نعمل شي. مو جاي على بالي اعمل شي بنوم. اسمعوا تلعبوا طاوله؟ ما بحبها كتير. شو رايكم نشوف فيلم؟ شو بتحبي تشوفي؟ تحضري فيلم بوليسي بنسيكي اللي صار؟ اه شو ما منعرفك نحنا، هلا بس يبلش الفيلم بتقلي لنا شو بيصير وبتضلي تحكي وتحكي وما بتخلينا نفهم بنوب، الفرجة معك بتموت. حياة شو رأيك نشوف فيلم كوميدي؟ موافقة؟ أسيل انتي ما خرجك أفلام كوميدية بالمرة بتجيبي لي اكتئاب، ما بتستوعبي دغري أي نكتة، ضل ساعة أشرح لك ياها وبعدين بمل وما بتوصلك. لكن انتي قولي شو بدك، احكي شو بدنا نعمل واقترحي علينا. بس نحنا لازم نساوي شي بدها اياه حياة، شو جاي على بالك تعملي حياة؟ بس قولي لنا والله منساوي لك يا دغري. صدقيني أسيل أنا هلأ ما جاي على بالي ساوي شي، انتي تسلي مع بيسان أنا مالي خلق لشي اليوم. حرام. أنا برأيي إنه حياة كتير عم تكبر الموضوع، يعني وين المشكلة؟ بكرة مندبر لها شغل جديد. الشغلة سهلة أصلاً، بس تلاقي شغل أمورها بتنحل. يا هبلة، مو الشغل يلي مخليها هيك، العشق، وهي كمان معنا منتبهة على حالها. ليكي اسمعي، بما انه هي عشقانة نحنا شو منكون؟ نحنا شركاء. منعالج الوضع. شو لكان؟ احكي. قلك شو رح نكون؟ مهرجين، يعني مشان نخلي حياة تضحك شوي رح نمثل أدوار بالضحك. يلا تعالي. آه.
يلا دا يلا. Geceden kalmayım sanki dünyam bir fasıl. Ne oldu ne olacak? Enta şu bıta kula. Ruhumda bir nasıl esiyor kalbimde mazinin rüzgarı. Sevdim bir kadını yollarım şaştı. Geceler boyunca aradım sabahları. Bir yandım bir söndüm. Son kalan umudum sokak lambasında. Bu aşkın adresi bir çıkmaz sokak, bir çapar arabası peşinde çocuklar. Yorgun anılardan aşıklar çıkmaz. حضرتك فهمان الموضوع غلط. بترجاك اسمح لي اشرح لك. سمعت اللي سمعته. بس كان في قبله. برأيي اللي سمعته بكفي. ما بعرف مين حكى لك وشو اللي انحكى لك عني، بس عن جد حاسه انه عم يلعب علي. اذا قصدك على انور بيك، ما كان في شيء من اللي ببالك. هو طلب مني مساعده وانا. انت الغلطان يا مراد بيك، لانك ما بتعرف انا مين. انا بعرف حدودي كتير منيح، وبعرف شو اللي مسموح الي وشو اللي لا، وما بسمح لك تتخطى حدودك. شو هو الشيء اللي شغلك من الصبح؟ عم فكر. بما انه شردت هالقد معناتها الموضوع خطير.
بدي اسألك كرم، انت شو رأيك بحياة؟ كونك حكيت معها يعني. اها اسمعني شو بدي اقلك، وانا عم حكيك كوني صديق مو شوفير. ايوه، وانا سألتك كونك صديق مو شوفير. فظيعة، بتجنن، حلوة وكلها طاقة وحيوية، يعني بصراحة ملفتة للنظر وجذابة كتير. وانت كل هدول شفتهم فيها؟ شو يعني انا عم بحكي من عندي؟ هي عن جد هيك. حتى لو كانت ملكة جمال، اللي شفته منها ما حبيته. وانت كل شي بتشوفه بتصدقه؟ لا. ايه شو هالتناقض اللي عايش فيه لكان؟ طيب انت ما قلت لي هلا ليش مهتم كتير بهاي البنت؟ عادي، ما لي مهتم. مو مهتم؟ صدقتك. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi? Laftan anlamam.